واحد من بين كل ستة أمريكيين مهدد بالجوع في الولايات المتحدة بحسب تقرير لمنظمة اطعموا أمريكا. التقرير تحدث أيضا عن زيادة بنسبة 50% في عدد الوجبات التي يتم توزيعها، وأن حوالي 26 مليون نسمة يقولون أن ليس لديهم ما يكفي من الطعام، خاصة مع تفاقم وباء فيروس كورونا في الولايات المتحدة وقرب موسم العطلات.